مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وتقبل الله صيامكم. كما عودته قناة العيون كل سنة نقدم لكم برنامج جسر الإحسان، هذا البرنامج الاجتماعي الذي يتيح لكم مساعدة إخوانكم المحتاجين والمرضى من المسلمين، فأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحلقة الأولى. نذكركم مشاهدينا الكرام أن طريقة تقديم المساعدات للحالات المعروضة تتم مباشرة عبر الاتصال بأرقام هواتفهم الخاصة والظاهرة تباعا على الشاشة، وأن طاقم البرنامج يتكفل بمساعدتكم حال تعذر عليكم الوصول إلى الحالات التي تودون مساعدتها. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. أولى حالات حلقة الليلة هي من مدينة العيون، وهي للسيد العربي علام، وهو متزوج وأب لطفلين في عقده الخامس. كان يشتغل سائق أجرة منذ 22 سنة، ألم به مرض الفشل الكلوي الذي أدت به مضاعفاته لكسر على مستوى الحوض، أمر اضطره إلى ملازمة الفراش نهائيا. على الأطباء أشاروا عليه بضرورة إجراء عملية جراحية قدرت تكاليفها ب70,000 درهم حتى يتسنى له العودة لحاله السابق، ومن ثم العودة إلى عمله، علما أنه المعيل الوحيد لأسرته. لنتابع جميعا حالة السيد العربي علام. أنا علام العرب، مريض مرض السكري والضغط الدموي، كنت نائم يوم 14/12/2013 وشدتني واحد لاكريز، بغيت ندور وتهرست من رجلي على مستوى الحوض، عظم الفخذ والعسعس من كلتا الجهتين. مشيت للمستشفى، قالوا لي خاصك عملية مدينة مراكش، وما عنديش باش نديرها، ما قديتش نمشي، غالية هاد العملية، غير الماتيريال خاصو 7 مليون، من غير الإقامة ومن غير سيارة الإسعاف ومن غير الأدوية، هذا هذا إلا كانت شي جمعية اللي تكلف بيا ولا شي محسن أنا كنطلبهم. عندي أسرة وعندي جوج الأبناء، ما الله غالب، نعمل كنت سائق سيارة الأجرة لمدة 22 سنة، وهادي عامين فاش وقفت عن العمل، ملي مرضت وقفت عن العمل، انت انا المعيل الوحيد للأسرة، وملي وقفت عن العمل مرضت طحت، انا لا غريبة الا الله، كنعيش من عند المحسنين، كنتمنى الا كان شي جمعية للمحسنين بغاو يتفضلوا يديروا لي هذه العملية، على الأقل
نرجع نوقف على رجليا ونعيل هذه الأسرة. الله يرحم اليوم الوالدين. الرقم ديال الهاتف ديالي هو أسفل الشاشة. أنا فتيحة مجيدي، زوجة علام العربي، كان خدام زيان بخير وعلى خير، شيفور الطاكسي، ما كان خاصنا معاه والو الحمد لله، كلشي موفر لنا. والله بغى هادشي مرض تهرس من رجليه بجوجات، ما لقى باش يداوي دابا راسو، وكنطلب المحسنين باش يساعدونا على الأقل غير ينوض على رجليه ويتشافى إن شاء الله. كيدير الدياليز، ولكن الدياليز ما عندنا فيه مشكل، المشكل اللي عندنا هو العملية ديال الرجلين. يساعدونا فيه المحسنين، الله يجازيهم ويحسن إليهم. بالنسبه للمريض علام العربي، عنده كسر على مستوى الحوض ديالو اللي سبات له اعاقه ما كيقدرش يتمشى دابا على القدمين ديالو. خاصو واحد الماتيريال، واحد لا بروتيز توتال لارونج في لي دو، في النواحي في الايمن الجهه اليمنى واللي الجهه اليسرى، تقريبا التكلفه ديالها 70000 درهم. و باش 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 يقدر يتمشى من جديد على الرجلين تاعو. كاين امل، كاين امل انه يتمشى على رجلين لدار العمليه في اما هنا واما في مراكش، في مركز الاستشفائي ديالنا مراكش. خصو مجموعه من الاطباء يتابعوا الحاله ديالته في نفس الوقت، اطباء ديال الكيلي، اطباء ديال لا تروماتولوجي ديال الكسر، والاطباء ديال مرض السكري. يعني بزاف الاطباء في وقت واحد خصهم يتناقشوا على الحاله ديالو. الحالة الثانية مشاهدينا الكرام المدرجة في هذه الحلقة هي حالة السيدة فاطمة السلامية البالغة من العمر 63 سنة، أصيبت بمرض سرطان الرحم. السيدة السلامي تلزمها شهريا 2800 درهم هي تكلفة الأدوية، وقد حدد لها الأطباء مبلغ 20000 درهم لإجراء عملية جراحية، ولم يكن لها بد سوى طرق باب جسر الإحسان علها تجد من يقدم لها العون، خاصة وأن معيلها الوحيد زوجها البالغ من العمر 80 سنة ولا دخل له إلا من بعض صدقات الناس والأقارب. لنتابع حالة السيدة فاطمة السلام. وانا السلامي فاطمه، مريضه مرض السرطان. غير كلمه السرطان كتقضي في الواحد. ملي كيقول لك الطبيب انت عندك السرطان، كيفاش تتقبليها وكيفاش تتقدي عليها وكيفاش تتقدي تقوليها لعائلتك؟ كتقدريش. ولكن انا درت تكولي في الله ودرت الشجاعه
وتقبلتها وبديت العلاج. بديت بالتحاليل ومشيت لأكادير، كنمشي للعيون من العيون لأكادير. أكادير طريقه صعيبة وكل شيء كيعرفها، والعلاج وهذا المرض دواه صعيب وغالي بزاف، ولكن كنطلبوا من الله والمحسنين يوقفوا معنا فيه. نطلبوا من الله والمحسنين يوقفوا معنا ويديروا معنا جهدهم، رحنا الغالب الله. كاين الخطره اللي كنمشي في الكاميو ما عنديش الجهد ديال الكار، ما كنمشيش فيه، كنمشي في الكاميو وانا ما قداش على داك التزعزع وما قداش على حقاش، ما عنديش مرض دير، عندي المرض ديال الرحيم. الا تململت كرشي كتبغي تعرم قدامي. دابا عام ونص وانا هنا هكا تندير، هكا كنضارب وهكا نشد في هاد اليد ونطلق في هاد اليد. اللي جاب فيها الله الله يجي فيه، واللي ما جاب فيهاش الله رجعنا في رحمتنا في سيدي ربي. وانا دركانيه كنطلب اللي بغى يساعدني وبغى يشوف فيا، انا عندي هاد العمليه نهار ثلاث نكون فيها قادر نشوف الطبيب اش غايدير معايا تاني. انا جيت نعدو غير نهار الخميس حيت عييت، ما تليت ست فين نقعد، ما تليت ست فين نسكنش، وتنجي تردف ونعقب نتردف. هاد الشيء اللي كتب الله وحمدنا الله وشكرناه، ولكن انا كنطلب من هو في قلبه الرحمه ومن هو بغى يدير الخير يتعاون مع المرضى، وبالاخص هذا المرض ديال السرطان راه صعيب صعيب حتى في كلمته. بدي يقول لك راه عندك السرطان صعيب، وصعيب حتى تقولي لواحد تقولي لي عندي مرض السرطان كيتفاجأ، ولكن هذا الشيء اللي كتب علينا الله حمدنا الله وشكرناه. هذا هو اللي هي عانيت، انا عانى راجلي، عانت عائلتي، ما عندهاش الجهد. ليله كتباتي غير كاع ليل شحال من ليله كنبات قاعده في القهوه حتى يصبح الحال، كنبات في القهوه في المحطه حتى يصبح الحال عاد باش نمشي للطبيب. ولكن اش غندير، هذا الشيء اللي كتب عليا الله رحمه الله وشكرته. ديما ندير والو وتنطلب من الله والمحسنين والناس اللي في قلبهم الرحمة يتعاونوا مع المريض بحالي، يتعاونوا مع المرضى ويوقفوا معاهم. راه هذا المرض واعر بزاف وصعيب وكيطلب مصاريف كثيرة، ماشي عنده مصاريف قليلة، كيطلب مصاريف كثيرة بزاف بزاف بزاف. كتدخلي على الطبيب تيقول لك خاصك ديري سكانير، خاصك ديري تحاليل، خاصك ديري البولة ديال الضرب هذا كطلب 1,40,000، خاصك ديري هادي، خاصك ديري هادي، ولكن الغالب الله لما عندكش الجهد كتبقى تقاسي مع داك المرض حتى يدير الله ماذا. كتب الله الممات غتموت، هي الموت ماشي بالمرض، بالعمر اللي تقاضى. ما كتبش الله كتبقى تقاسي، ما عندك ما ديري، باغا غير صحتي ونتعالج وما نفر ونمشي نديرش نتكرفس وما يتكرفش وسع معايا وليداتي. اما شي حاجه تهمني في هذه الدنيا ما بقاتش، ما عدا صحتي وليداتي يشوفوني قدام. هاد الشيء اللي عندي تنطلب من اللي شتوني في البرنامج، واللي بغى يعاونني او يساهم معايا يتصل بالنمره اللي في الشاشه، والله يتصل بالبرنامج. الله يرحم والديكم والله يخلف عليكم. مشاهدينا الكرام، نتوقف الآن عند الفقرة القارة في برنامجنا، وهي فقرة نداءات التي تأخذنا إلى الحالات الإنسانية التي تتمنى أن تقدم لها يد العون والمساعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أنا اسمي عثمان أفتيح، عندي 22 سنة، حاصل على دبلوم في
الكتروميكانيك دو سيستيم اوتوماتيزي، واعاني من فشل كلوي منذ 2004. والشي اللي دري واخا عندي الدبلوم وداكشي، هذا المرض ديالي كيمنعني انني نخدم، وكنتمنى من الله ومن المحسنين انه يكون شي مساعده في هذا الشهر الكريم، على اساس اني لا تكون شي جمعيه اللي تكفل بيا نركب كلوه. قبل الختام مشاهدي الكرام، نذكركم أنكم يمكنكم مساعدة الحالات المعروضة، وذلك بالاتصال على أرقام هواتفهم التي تظهر تباعا عند كل حالة، وأن أسرة البرنامج ليست سوى وسيط بين المحسنين والمحتاجين. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج جسر الإحسان. نتمنى من العلي القدير أن يتقبل منكم صالح الأعمال، ورمضان مبارك سعيد.